بسم الله الرحمن الرحيم. قبل 10 سنوات من الآن انطلقت أولى حلقات برنامج في الصميم، ونحن نعد لحلقة مباشرة، حلقة خاصة بهذه المناسبة. كان الحدث العظيم الذي يصنع الآن تاريخا جديدا في الأمة كان طوفان الأقصى، فكانت فرصة لأن نفتتح العقد الثاني من في الصميم بموضوع في الصميم، ومع ضيف استثنائيين، حلقة نباركها بأن نتحدث فيها عن طوفان الأقصى، عن انتظارات المقاومة من الأمة كلها ومن الشعب الموريتاني بصفة خاصة. يسعدنا أن يكون ضيفنا الليلة الدكتور محمد صبحي. مرحبا دكتور. حياكم الله أستاذ. حياك الله دكتور. هو ممثل حركة حماس هنا في موريتانيا، هو قيادي من الحركة، ومن حسن الحظ أنه عائد من غزة للتو يحدثنا، وبركات غزة ومقاومة أهلها حاضرة عنده ومعه. مرحبا دكتور. حياكم الله. لو وضعتم مشاهدي في الصميم والشعب الموريتاني في صورة الأجواء، أو خلينا نقول ما الذي هيأ لهذا الطوفان الذي يتابع العالم الآن تفاصيله وتداعياته وتأثيراته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهنئك وأبارك لك هذه العشرية. الله أسأل أن تكون العشرية التي تليها عشرية بركة وخير على موريتانيا وعلى أهلها وعلى هذا البرنامج المبارك الطيب الذي يسمعه الكثير من الناس والمشاهدين في موريتانيا وفي خارج موريتانيا. بارك الله فيك. واسمح لي أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس محمد الغزواني على دوره الإيجابي والمستمر في نصرة القضية الفلسطينية، ووقوفه بقوة وثبات في كل ما تتعرض له هذه القضية من انتهاكات. ظل فخامة الرئيس ثابتا على قراراته وثابتا على مبادئه وموقفه، كما وتقدم بالشكر الجزيل لحكومة الشعب الموريتاني ونوابه وأحزابه، سواء كان أحزاب الموالاة أو المعارضة، والشكر الكبير والعظيم لشعب موريتانيا، هذا الشعب الذي كلما ألتقي به أشعر أنني مع أهلي وكأنني في فلسطين، حديثهم دوما عن فلسطين، العين تدمع حينما تسمع كلمة فلسطين، المشاعر جياشة والعواطف فياضة حينما تسمع أخبار فلسطين. أما فيما يتعلق بالأسباب، حركة المقاومة الإسلامية حماس كانت ترسل الرسائل تلو الرسائل لقادة العالم أن المقدسات خط أحمر، لا يمكن للعدو الصهيوني أن يستمر في انتهاك هذه المقدسات. العدو الصهيوني تجاوز الحد في المخطط الذي رسمه بانتهاكه للمسجد الأقصى ولبيت المقدس، أراد أن يحوله بالكامل إلى كنيس يهودي ويطرد المسلمين منه، ومشى في هذه في هذا الأمر خطوات عديدة وكثيرة، بدءا بوضع البوابات الإلكترونية، ثم بعد ذلك وضع سن معين ومحدد لمن يدخل الأقصى، ثم قام بالاعتداء على المصلين، ثم استباحة باحات المسجد الأقصى، بل كان يمنع المقدسي من دخول المسجد الأقصى بأن يقوم بنفيه وبعزله وطرده خارج هذه المدينة المباركة. أيضا الانتهاكات التي كان يقوم بها الاحتلال الصهيوني مع أسرانا البواسل، كان يقوم بالاعتداء عليهم ومنعهم من حقوقهم، بل يعرضهم في كل يوم إلى الموت البطيء، ثم بعد ذلك الاجتياحات المتكررة إلى مدننا وقرانا في داخل الضفة الغربية. هذا العدو الصهيوني لم يترك مجال لأحد أن يفكر مرتين، وكانت الرسائل واضحة أن العدو الصهيوني إذا تجاوز هذه الخطوط فلا بد من وقفه. كانت الفترة الأخيرة كانت فيها كل هذه الأمور، وقامت معركة وحرب، حقيقة عدة حروب، لكن كان آخرها أيضا
بسبب هذه الاعتداءات، وكان عنوانها سيف القدس. لكن الفترة التي تلت ذلك بدت فيها المقاومة، بدأت حركة المقاومة الإسلامية حماس كما لو أنها تتعاطى بهدوء مع ما يجري، حتى ظن البعض أنه هنالك تحول في استراتيجية الحركة. هل هنالك قطرة أفاضت الكأس، أم أنه كما يقول الآن البعض لا، كانت في عملية تمويه استراتيجية كبيرة قامت بها المقاومة حتى تكمل ترتيب الترتيبات الضرورية لعملية الطوفان، عملية الاقتحام الكبير هذه التي تجري الآن؟ هناك كان شعار تم رفعه من قبل المقاومة وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن ما قبل سيف القدس لن يكون كما بعده، وكانت الانتهاكات متكررة، ولكن من الحكمة أن يكون هناك تراكم للقوة وأن يكون هناك إعداد جيد، لأن الأمة لن تقبل من حركات المقاومة وعلى رأسها حركة حماس أن يكون الأداء أقل مما كان في سيف القدس. سيف القدس استطاعت الحركة ومعها بقية الفصائل أن توجه ضربات موجعة في قلب الاحتلال. هذا الاحتلال الذي يدعي أنه من القوى العظمى في المنطقة وتخشاه جميع الدول، وأن هذا العدو عنده جيش لا يقهر، جاءت هذه المعركة طوفان الأقصى، وهو اسم على مسمى، أمام الجميع وفي سويعات معدودة، أسقط هذه الفكرة وأسقط هذا الوهم، وكما نقول في كل مرة هو أهون من بيت العنكبوت. يكفي أن ثل من الشباب المؤمن المرابط الصابر ومع الحصار المطبق منذ عام 2006 استطاع أن يحطم هذه الأسطورة وأن يبني بأدوات بسيطة بدائية قوته ويراكمها، حتى جاء الوقت وجاء الوعد يوم السبت في 7 أكتوبر. جاء هذا الشباب المجاهد، اقتحم هذا الجدار الفولاذي الذي كان يسمى فولاذي، وفعل ما فعل بهذا العدو الصهيوني. دكتور أبو النور، كنتم ضيفا على البرنامج قبل أشهر وتحدثتم حديث أصبح وكان دارجا وما زال عند المقاومة، أنه المقاومة لا خوف عليها، إعدادها قدراتها أفضل في كل يوم من اليوم الذي سبقه. لكن في الحقيقة ما حصل أذهل الجميع، ما زال هناك من لا يصدق أن المقاومة استطاعت فعلا أن تتجاوز كل هذه التحصينات، وإنه هذه المنطقة التي تسمى غلاف غزة وهي منطقة محصنة بكل المعاني تصبح مفتوحة أمام المقاومة، يؤسر فيها بالعشرات، يقتل فيها بالعشرات، وأصبح الفلسطيني في موقع الغزو بعد أن ظل لعقود في موقع الدفاع. لو قربتم الصورة أكثر وأنتم ابن المقاومة وابن غزة من المشاهد الموريتاني. أولا يوم 7 هذا يكتب بمداد من نور في التاريخ، و7 أكتوبر سوف يكون تاريخ في ذاكرة الأمة، أنه جاء الوقت الذي تدوس فيه المقاومة على عنق ورقبة هذا العدو الصهيوني. أولا حتى نرد الأمر في إطاره الصحيح، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقف وراء هذا الأمر إرادة الله عز وجل، ثم بعد ذلك إخلاص النية في تحرير المسجد الأقصى وتحرير الأسرى من دنس ياود، ثم بعد ذلك الأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأخذ الشباب المقاوم المجاهد بهذه الأسباب، ثم تركوا النتائج على الله عز وجل. فهذا هو التدرج في هذا الأمر، تم بناء المجاهد والمقاوم بناء عقدي قوي، ثم بناؤه بناء يلائم طبيعة المعركة وأرض المعركة، ثم بعد ذلك هو يعلم أنه إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. ولذلك لو نظرت إلى الشباب في التسجيلات التي نشرتها وسائل الإعلام تجد أن الفرحة والبسمة تعلو وجوههم وهم يقتحمون المستوطنات، ونحن حقيقة نسميها يعني هذه المستوطنات التي لابد من كنسها، هذه أرضنا
وهذا ترابنا وهذه كرامتنا. تسمى في أدبيات المقاومة المغتصبات. نعم هي مغتصبة وليست مستوطنات. نعم هي مغتصبات ولابد أن يعاد الحق إلى أهله. وهنا لفتة لابد من ذكرها حتى نبين للعالم أجمع ومن يسمعنا الآن شرف المقاومة. المقاوم الفلسطيني له شرف وعقيدة في حربه ضد أعدائه، فهو لا يمس النساء ولا يمس الأطفال ولا يمس المسنين. ورأينا أيضا اعتراف من مستوطنة دخل عليها المجاهدون والمقاومون ومعها أطفالها، قالوا لها سوف نتعامل معك بمعاملة الإسلام، لن نقترب منك. ولم يمسوها بسوء. والآن قبل قليل ندخل الاستوديو هنالك صورة. نعم. الآن تلف في العالم. نعم. كله. نعم. نعم. لامرأة وأطفالها. نعم تم إطلاق سراح في حين أن العدو بنك أهدافه النساء والأطفال والعجائز والمؤسسات والبنى التحتية ومعتقلات. وكم في معتقلات الصهاينة من النساء بالمناسبة؟ هناك ما يقارب من حوالي 5000 أسير فلسطيني، في ما يقارب من حوالي 200 أسيرة، وفي أيضا حوالي ما يقارب من 70-75 طفل أسير أيضا. وهؤلاء لا كرم لهم. سنعود إلى ازدواجية الحقيقة المعايير على المستوى. نعم. الدولي والحالة صراحة مقرفة جدا في تقدير الكثيرين في تعاطيه مع هذه القضايا. لكن قبل ذلك أنا أريد أن أعود إلى سؤال غزة، هذه الأرض المستوية المكشوفة، هذه المساحة المحدودة، هذه المنطقة التي تخضع للحصار منذ 16 سنة، كيف لها أن تقهر هذا الكيان؟ كيف لها أن تكسر هذه الجدر؟ كيف هذه الصور؟ البعض يقول هذه ليست صور حقيقية، هذه مشاهد سينمائية. هؤلاء الذين يجرجرون، هؤلاء الشباب المنتشون الفرحون، هذه ليست صور عادية. أستاذ أحمد، هناك مواقف لا يمكن فيها السؤال بكيف. حينما تكون معية الله عز وجل حاضرة فالسؤال بكيف لا قيمة له ولا معنى، هي تدابير إلهية. عندنا حينما يولد الطفل ويولد رجل ويعد لمثل هذه الملحمة ولمثل هذا اللقاء ولهذه المعركة ويغذى وغذاؤه تحرير فلسطين، غذاؤه الكرامة التي لا يمكن لها أن تنكسر في يوم من الأيام. ولذلك احنا نقول دائما غزة العزة. نعم فأهلها أعزاء بمقاومتهم، أعزاء بشبابهم، أعزاء برجالهم، أعزاء بقادتهم، غيروا التاريخ. هذه المعركة كما قلت سوف تكتب بمداد من نور، لأنها كما تقول لا يستطيع أحد أن يفهم ما الذي حدث، ولو أرادوا إخراج فيلم سينمائي لن تخرج حتى بهذه الجودة أو بهذه الصنعة. هؤلاء الشباب تربوا على عين الله عز وجل، صنعوا على عين الله، ولتصنع على عيني. هؤلاء وضعوا أمامهم هدفا ساميا، إن المقدسات خط أحمر لا نسمح لأحد أن يتجاوزه. للأسف البعض كان يقول أين حركة حماس فيما مضى، نظرتهم نظرة ضيقة. من يتهم المقاومة بأنها رفعت الراية وبأنها استسلمت وبدلت نظرته قاصرة، هو لا يعلم أن هناك شباب في عمر 19 و20 يقضوا جل حياتهم تحت الأرض في البناء والإعداد والاستعداد لمثل هذه الساعة ولمثل هذا اليوم. وهذه بشهادة العدو، والحق ما شهدت به الأعداء. يعني العدو نفسه يقول ما حدث لا يمكن أن يتصور. لم يفق العدو إلا بعد 48 ساعة من الصدمة، أصيب بحالة صدمة حينما تضرب المنظومة الأمنية والعسكرية واللوجستية في غلاف غزة. غلاف غزة هو عبارة عن غلاف أمني عسكري محصن، لو طارت ورقة في الهواء ترصد، فما بالك حينما يدخل هذا الكم الكبير من المجاهدين ويقوم بالوصول إلى 40 كيلو ويزيد في غلاف غزة، يقوم بالاشتباك المباشر مع جنود الاحتلال، هناك من يسقط بين قتيل وبين أسير وبين جريح. هذه معية الله عز وجل. رئيس وزراء الكيان تحدث هذا المساء عن آلاف المقاتلين الذين دخلوا. هذا إنسان فاشل.
حول الأمر إلى أكثر من قضية وحول الأمر إلى أكثر من اتجاه. أولا قال أن هؤلاء وحوش وليسوا ببشر وسماهم بالإنسان الحيواني، وهذا إن دل فإنما يدل على الإرباك الذي يعيشه هذا الإنسان المتهالك. وأصيب على فكرة مرتين بوعكة صحية، نقل إلى المستشفى مرتين اليوم الأول، نعم، وفي اليوم الثالث أيضا نقل إلى المشفى أيضا، لأنه لم يدرك حجم المصيبة التي وقع فيها، وسوف يكون هو من يدمر دولة الكيان الغاصب. هذا الكيان الصهيوني لابد أن ينتهي. فهذا الرجل أصيب بصدمة، رقم واحد. رقم اثنين يريد أن يصرف بنك الأهداف أنه يضرب كل شيء على الأرض بدعوى أن هؤلاء حماس. اليوم عندنا ما يزيد عن 1200 شهيد، 60% هم نساء وأطفال. هل هؤلاء كانوا في الميدان يقاتلوا؟ الحجر والشجر، الجامعات، المؤسسات، سائق الإسعاف، المستشفيات، البنى التحتية، الأبراج السكنية، هل هذه كلها كانت في الميدان تحارب؟ هو لم يستطع أن يواجه المجاهدين والمقاتلين في الميدان، فجاء على النقطة الأضعف. ولكن سبحان الله العظيم، انقلب السحر على الساحر. كلما يقصف برج أو بيت أو يقتل تخرج الحاضنة الشعبية، نحن مع المقاومة إلى نهاية المطاف. وبالتالي أنت عندك حاضنة شعبية قوية تستند إليها وتتكئ عليها المقاومة في حربها مع يهود. معنويات الشباب المجاهدين الذين شاركوا في هذه العملية الطوفان، تابع الناس في الإعلام بعض المشاهد، لكن أنتم ابن مقاومة وابن غزة وابن فلسطين، هل هنالك مشاهد أخرى؟ أنا قبل دخولي إلى الاستوديو كان في تواصل مع الشباب في غزة، قالوا نحن نشعر أن نذهب إلى نزهة، نذهب إلى التنزه في قتالنا لهؤلاء. قال من العجائب أنه يشعرون بطمأنينة، يشعرون بأريحية، وخاصة حينما كان يسمع عن هذا العدو الصهيوني أنه لا يقهر، كان يرمي السلاح، كان يستسلم، كان يصرخ، كان يبكي، كان يرمي نفسه على الأرض ويضع مباشرة يده وراء ظهري أنه أنا جاهز للاعتقال، لا تقتلني. هذه هي المشاهد الحية من الشباب الذين عادوا بسلامة من أرض الميدان، فهم معنوياتهم عالية، ويبث من داخل المغتصبات رسائل صوتية أنكم لا تخافوا ولا تهابوا هذا العدو الصهيوني، فهو أهون من بيت العنكبوت. والذين استسلموا لهم حتى من بينهم أصحاب رتب عالية، حسب ما هو متداول في الإعلام الصهيوني، تحدث عن ضباط كبار، هناك رتب سامية في الجيش على قطاعات مختلفة من المؤسسة العسكرية، سواء كانوا ضباط في البحرية، سواء كانوا في الشباك، أيضا القطاع الأمني في جولاني، يعني في كل القطاعات الأمنية والعسكرية هناك معتقلين من هذه. المفروض أنه من يكونوا في غلاف غزة يكونوا بالنسبة للصهاينة هم بين قوسين الأكثر تدريب، هم نخبة النخبة، لا تكون العبارة دقيقة بمعنى العسكري. يعني كيف تحول هؤلاء إلى لقمة سائغة؟ ماذا يصنع في أيدي المجاهدين يسحبونهم كما لو أنه ماذا يصنع هذا الجنرال أمام شاب وضع نصب عينيه الأقصى؟ ماذا يصنع هذا الجنرال أمام شاب صيحاته هي الله أكبر؟ ماذا يصنع هذا الجنرال أمام شاب وضع روحه على كفه لا يخشى في الله لومة لائم؟ هؤلاء الشباب تم تربيتهم تربية خاصة، وكما قلت هؤلاء صنعوا على عين الله عز وجل، ولا أتأله على الله. هؤلاء حفظ لكتاب الله، هؤلاء زهاد، قوام، صوام، يروا أن هذه الدنيا ما هي إلا أيام معدودات، وبالتالي هم عندهم هدف سامي وهو تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. لا يسمح للأقصى أن يدنس، لا يسمح أن تمس الحرائر في المسجد الأقصى. كلنا رأينا وشهدنا ما فعل بسيدة الخليل حينما تهجم عليها هؤلاء الصهاينة وقاموا بركلها وضربها وإيذائها ثم بنزع حجابها عنها، والعالم كله يتفرج. ولكن حينما أردنا أن نأخذ حقنا وأن ندافع عن عرضنا وعن مقدساتنا، تجمع الكل من حولنا، وهذه هي سياسة المكيال. ومن الخشية الآن الكثير من أبناء الأمة، الكثير من الحادبين على القضية يتابعون الآن تهديدات ليس فقط الصهاينة، تهديدات بايدن،
وحديثه أنه طلع على فيديوهات من رئيس وزراء الكيان عن عمليات وحشية وحاول تصوير حماس أنها حركة إرهابية. هل حسبت المقاومة فعلا الأثر ردة الفعل التي يمكن أن تترتب على عملية الطوفان هذه؟ الإخوة في حركات المقاومة والجهاد وعلى رأسهم حركة المقاومة الإسلامية حماس يحسب كل حركة وكل ردة فعل، ويعلم أن هذا الأمر سوف يكون عليه ردات فعل كبيرة وعظيمة جدا. وأقول لك لو لم يكن هناك إثخان في العدو وضربات قوية في العدو لم تكن هذه ردة الفعل. العدو إلى الآن باعترافه هو وأنت تعلم أنه في كثير من الأحيان لا يعترف إلا بجزء قليل جدا من الحقيقة، واعترف إلى الآن بما يزيد عن 1200 قتيل صهيوني. هذا اعترافه هو، ويتحدث عن عدد من هؤلاء هم ضباط ورتب سامية. حينما يكون هذا العدد في 48 ساعة من المعركة، وهذا الكيان الغصب الذي تم زرعه كغدة سرطانية في رحم وكبد الأمة من عام 48، خاض معارك كثيرة لم يمر به مثل هذه الأزمة. كان يدخل مع دول في حروب الأيام الست، وفي حرب 56، وفي 67، وفي 73، لم يتعرض هذا الاحتلال وهذا الكيان الصهيوني إلى مثل هذه الضربات وفي صدمة. ونتنياهو من فترة قال أن دولة إسرائيل بين قوسين، يعني أنا سوف أحاول أن أجعلها تعيش 100 سنة، لأنه يعلم أن نهايتها على 80 سنة، وإن شاء الله تعالى تكون هذه المعركة طوفان الأقصى هي بداية النهاية لهذا الكيان الغصب. هل وهنا سؤال، هل الآن بالنسبة للمقاومة هنالك رؤية جديدة وراء هذا الطوفان، رؤية دعنا نقول رؤية تحرير وغزو بدل رؤية دفاع ورؤية فقط مقاومة بالمعنى؟ هو حقيقة هذا الأمر متروك لأهل التخصص، متروك للميدان. يعني إن ارتأوا الاستمرار وأن الأمر مفتوح أمامهم سوف يستمروا، إن ارتأوا أن هذا الأمر يكفي فيكفي. هذا الأمر حقيقة متروك لأهل التخصص. لو جئت لي أنا أتمنى أقول يا ليتني كنت معهم ونبدأ بالزحف المبارك العظيم حتى نصل إلى أسوار القدس، ولكن هو الأمر يحكمه الميدان. ولكن أنا أطمئنك الإخوة في المقاومة بخير، لم يستخدموا إلا الجزء اليسير جدا مما يملكوا من قوة، وكما نقول وما خفي كان أعظم. هناك أمر الآن يتابعه العالم وما زال الحقيقة يبدو فيه جوانب غير مستوعبة بما يكفي، دخول عدة جبهات كان بدأ مع سيف القدس. نعم. الذي حصل الآن في غزة سبقته انتفاضة ومقاومة استعادت فيها الضفة مكانتها. الداخل الفلسطيني في سيف القدس كان له حضور، الآن نشهد أيضا له حضور. الجبهة اللبنانية، الجبهة السورية، ما حصل في مصر، ما حصل في الأردن قبل فترة. نعم. هل نحن أمام إعادة إحياء لروح الاشتباك على مستوى الأمة كلها مع هذا المشروع، أم أنه هذه حالات محدودة؟ أستاذ أحمد، قيادة المقاومة رفعت شعار وحدة الساحات، بمعنى أن هم الأمة هو هم واحد، والدول التي تحيط بهذا الكيان الغاصب لابد وأن تشارك في معركة التحرير. من أجل ذلك وجدنا أن الإخوة في لبنان، في سوريا، من قبل في الأردن في مناوشات، في مصر، في غزة، في الضفة الغربية، في 48. ولكن حقيقة ما نريده هو أن تتسع الدائرة حتى تشمل الأمة. نحن لا نريد من الأمة فقط الإسناد المعنوي أو الإسناد المادي، هذا مطلوب ومهم، بل هو رافعة قوية أن تستمر المقاومة في عملها وفي إعدادها. ولكن نريد الآن الشراكة، هذه الشراكة ندعو لها منذ سنين. نريد الآن أن تلتحم الأمة من أقصاها إلى أقصاها، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها. فلسطين ليست لأهل فلسطين أستاذ أحمد، القدس ليست لأهل فلسطين،
أولى القبلتين وثالث المسجدين وثاني المسجدين وثالث الحرمين ليس لأهل فلسطين، هو للأمة، للأمة. كان قديما الذي يذهب إلى الحج لا يرجع إلى بلده قبل أن يذهب إلى المسجد الأقصى، لأنه بهذا زار مكة وصلى في الحرم ثم ذهب إلى المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يختم بالمسجد الأقصى. الأقصى يئن، الأقصى لا يريد فقط دعوات أو صلوات أو بكاء في زاوية هنا وهناك، الأقصى يريد من الأمة أن تلتحم مع الحجر والشجر على أرض فلسطين. سنصل إلى انتظاراتكم من الأمة ثم انتظاراتكم بشكل خاص من الشعب الموريتاني، لكن قبل ذلك في تقديركم البيئة الاستراتيجية الآن المحيطة سواء على مستوى الإقليم على مستوى العالم، هل هي معززة لهذا الطوفان؟ هل فيها، تحدثتم عن المعية الإلهية، لا أحد يستطيع إلا أن يعترف ويقول إنها الجوهرة وهي الأساس وشواهدها واضحة، استخدم المصطلح القرآني حبل الناس الذي يمد هذا الكيان وكان يقوي، هل ترون فيه تضعضعا؟ هل ترون فيه تمزقا؟ أستاذ أحمد، الأمل في الأمة هذا ابتداء، ولكن ماذا تنتظر الأمة بعد أن رأت ضربات المقاومة القاسمة لمثل هذا العدو الصهيوني؟ ماذا تنتظر الأمة وهي ترى غزة تباد عن بكرة أبيها؟ الآن الاحتلال يستخدم أسلوب الأرض المحروقة والحزام الناري، يحرق كل شيء. هل تنتظر الأمة أن تبادي المقاومة بالكامل؟ لا قدر الله، هذا لن يكون. هل تريد الأمة ألا تتحصل على الأجر والثواب؟ يعني إذا جئت متأخرا خير. ماذا تنتظرون من الأمة؟ ننتظر الكثير. نعم. أنا أنتظر المشاركة، هذا هو الوقت الأساسي. أنا أريد أن أقول لك شيء، الدول المطبعة ماذا أخذت؟ الدول المطبعة كانت تراهن على أن هذا الكيان الغصب هو مصدر الأمن والأمان له، وإذ بمصدر الأمن والأمان هو أهوى من بيت العنكبوت ويسقط تحت أقدام المقاومين والمجاهدين. فماذا بقي بعد هذا؟ هل تريد تقول أن الطوفان من ضمن ما أتى عليه أتى أيضا على مشروع التطبيع؟ طبعا، من يفكر الآن في التطبيع أو الاستمرار فيه أو من طبع ويريد أن يستمر، هذا حقيقة معناه أنه لا يقرأ الواقع. جرف، يعني الطوفان جرف كل شيء. الطوفان أخذ كل ما هو سيء، والطوفان حينما ينتهي يجعل الأرض بيضاء. ولذلك كان الإخوة موفقين حقيقة في تسمية هذه المعركة بالطوفان، طوفان الأقصى. فربطنا الأمر بالتطهير وربطناه بالمقدس، وحينما يأتي التطهير والقداسة هذا معناه أنه أصبح كماء السماء الذي يغسل القلوب. فلابد أن تعلم الأمة أنها لن تجني من التطبيع شيء. وأقول لك ما كنا نقول أن ما كان قبل سيف القدس لن يكون ما بعد سيف القدس، أقول لك ما كان قبل طوفان الأقصى لن يكون كما سوف يكون بعد طوفان الأقصى. الأمور تغيرت، الأمور تبدلت، الأمة وعيت. أنا أتحدث معك بصراحة، يعني من أول يوم وأنا أشاهد تفاعل الأمة سواء كان في الكويت، في العراق، في باكستان، في أفغانستان، في عمان، في الأردن، في لبنان، في مصر، وآتي إلى موريتانيا. موريتانيا ما تركوا لحظة إلا واغتنموها من أجل الوقوف أمام مع المقاومة بأشعارهم، بأدبهم، بوقفاتهم. اليوم شاركتم في مهرجان، جئتم من المطار؟ نعم، جئت من المطار إلى المهرجان مباشرة حقيقة. وحينما كانت كلمتكم هي كلمة الختام في المهرجان. نعم نعم، طبعا يعني أنا أشكر الإخوة القائمين على هذه، طبعا كل الأحزاب في موريتانيا وكل البرلمانيين في موريتانيا، ولكن ما هالني حقيقة هو العدد وهو التفاعل من الشعب الموريتاني مع قضية قدس. اليوم كان هناك وقفة أمام السفارة الأمريكية، وهي رسالة قوية للسفارة الأمريكية ولأمريكا أن فلسطين ليست وحدها، وأن غزة ليست وحدها، وأنه لن نسمح لكم بتهديد غزة أو الدخول على الخط. وبالتالي لا، الأمة عليها دور كبير، قدمت نعم، ولا يمكن لنا أن ننكر هذا، لأنه لا ينكر المعروف إلا لئيم. قدمت، ولكن نريد الآن أن ننتقل من الإسناد إلى الشراكة الفعلية. نريد أن نرى الأمة تلتحم الآن مع أبناء فلسطين وأبناء غزة وأبناء الداخل وأبناء القدس
من أجل التحرير. البعض توقف عند إشارة رمزية لها دلالة كبيرة أنه في الطوفان الطائرات اللي قد تكون يعني كان لها دور، مسيراتها اللي كان لها دور في عملية الطوفان أخذت اسم الزواري. نعم، اسم رحمة الله عليه. رحمة الله عليه أخذت. والزواري من تونس. كأنه من صعد الآن بهذه الجولة من المقاومة هو يعني من الأمة من خارج أستاذ فلسطين. أستاذ أحمد، المقاومة حينما أرادت أن تسمي الجناح العسكري عندها سمته باسم عز الدين القسام. هو ليس من فلسطين بمعناها الجغرافي الحالي. نعم، ومن الشام. من الشام. ولكن هذا إن دل يدل على أن الأمة هي أمة واحدة، على أن هم الأمة هو هم واحد، على أن القدس والمقدسات هي ملك لجميع الأمة. وهذا الذي نريده. والزواري رحمة الله عليه أيضا كان له بصمة، وغيره الكثير له بصمات في المقاومة وعلى أرض الواقع. لو طلبت منكم على طريقة 1، 2، 3 ذكر قضايا محددة ترون أن الأمة الآن يجب أن تقوم بها في هذه اللحظة، ونحن الآن نتحدث الصهاينة كما قلتم يدكون غزة، يقومون بعملية يعني ترويع وعملية محاولة كسر إرادة، محاولة رد الطوفان. رقم واحد أن يستمر الإسناد والدعم المادي والمعنوي، ألا يتركوا مجالا إلا وينصر فيه المقاومة، هذا الدعم والإسناد مهم جدا. رقم اثنين، نريد الشراكة، والشراكة هو بالاستعداد الآن لأن يكونوا جزءا من مشروع المقاومة المحرر لكل فلسطين، أن يخذلوا عنا. هناك دور برلماني مهم جدا، يعني أنا أتمنى حقيقة على المجلس الوطني في موريتانيا أن ينشئ كتلة برلمانية تسمى بكتلة الصداقة. هذه الكتلة هي فقط من أجل مناصرة فلسطين وقضايا فلسطين. يعني المجلس التشريعي قد يصعب عليه أعضاؤه أن يخرجوا، وجزء منهم كبير في السجون، سجون الاحتلال الفلسطيني. نعم. تريدون الجمعية الوطنية الموريتانية؟ نعم نعم أن تكون نعم، لها الجمعية لها دور مهم في ذلك. لابد أن تنشئ حقيقة كتلة صداقة، هذه تكون حاملة لهم الشعب الفلسطيني، ترفع قضاياه. أهل القانون، أهل الصحافة والإعلام، الحقوقيون، كل هذه الجهات حقيقة لابد أن تساهم الآن مع فلسطين ومع أهل غزة حتى توصل الصورة الصحيحة للغرب. قد الغرب يكون مثلا عنده صورة مشوهة، لابد أن نتواصل مع أصدقائنا في الخارج من خلال الشعوب العربية والحقوقيين والإعلاميين والبرلمانيين لإيصال الصورة الحقيقية عما يحدث. طبعا العدو الصهيوني الآن ماذا يحاول؟ يحاول أن يشوه المقاومة بدعوى أنهم يذبحوا النساء، يذبحوا الأطفال، وهذا كله كذب، وشاشات التلفزة تشهد بذلك، الشهادات الحية من المستوطنين تشهد بذلك. فهذا الذي نريده من اليوم. أصدرت حركة حماس أيضا بيانا قدمت فيه أعتقد ردا على هذه. نعم، وضحت وفندت كل شيء. هذا البيان قمنا بتوزيعه على جميع جهات الاختصاص في داخل موريتانيا، طبعا تم توزيعه على معظم الدول التي لنا فيها شراكات وفيها صداقات. لكن الرواية الصهيونية قوية وحاولت أن ما هي الرواية البديلة، الرواية التي تقدمونها في الحركة لما يحاول الصهاينة الآن أن هي ليست رواية. نحن لا نتحدث، نحن نتحدث عن حقيقة وواقع. ما يقوم به المجاهدون والمقاومون فقط هو استهداف العدو الصهيوني كجنود، كمغتصبين لهذه الأرض. أما ما يتعلق بالنساء والأطفال والعجائز هذا لا يقترب منهم أحد، بالعكس ديننا يدعونا وإسلامنا يدعونا ورسولنا يأمرنا ألا نفعل بهؤلاء الشيء. وبالتالي دعوة الصهاينة ودعوة رئيس الوزراء هذا المتهالك هي دعوة مردودة عليه، والإعلام يؤكد ذلك. فيه دعوات للنفير، دعوات لأن يكون يوم الجمعة. نعم، لأن يكون فعلا الأيام القادمة تظهر الأمة فيها دعما أكبر، تظهر التحاما. حتى هنالك من أفتى أنه بالنسبة للبلدان التي يستطيع الناس منها الوصول إلى الحدود أن يحاولوا أن يصلوا، وإلا فليصلوا إلى أقرب نقطة كما قيل تظاهرا، على الأقل يكون هذا الأمر. هو يوم الجمعة أستاذ أحمد له رمزية، يجتمع فيه الناس وتكون هناك خطبة الجمعة، ويكون الخطيب مؤثر بكلماته الرنانة وبصوته العالي الذي يحث الناس على مناصرة إخوانهم في فلسطين. وبالتالي التجمع يوم الجمعة سهل. رقم اثنين، كل شعب هو أدرى بإمكانياته وقدراته،
من استطاع أن يتجاوز الحدود فليتجاوز الحدود، من استطاع أن يكون رصاصة تخدم إخوانه في داخل المعركة فليكن كذلك، من استطاع أن يوصل أي شيء لنصرة المجاهدين فلا يتأخر، كل أدرى بنفسه. لا يمكن لي أن أقول لصاحب الحق، وهم هؤلاء أصحاب حقوق، الأمة أصحاب حقوق، هذا حقهم، لا يمكن لي أن أشير عليه ماذا يفعل حينما تغتصب الأرض وينتهك العرض. لا يمكن أقول تسألني ماذا أفعل، أنت تعلم ماذا تستطيع أن تفعل وكيف أن تغير، وخاصة الدول الإقليمية المحاذاة لفلسطين وللأرض المحتلة، عندهم وسائل كثيرة يمكن أن يساعدوا ويناصروا بها إخوانهم في فلسطين. وهنا في الإقليم، الإقليم منطقة الساحل والغرب الإفريقي، هذا إقليم يشهد الآن تحولات، هل ترصدون على مستوى المقاومة أن في هذه التحولات أيضا بوارق أمل، أنه المدد والإسناد لم يعد فقط ولن يظل فقط في الدائرة التي كانت تعرف بالطوق، وإنما سيأتي أيضا من مناطق ربما تكون بعيدة بالجغرافيا لكنها قريبة بحسابات أخرى من فلسطين؟ نحن نقول أكثر الشعوب تشعر بما يمر به أهل فلسطين هم أهل إفريقيا، هذه القارة الإفريقية هي أكثر الشعوب التي تشعر بما نمر به الآن، لأنهم اكتووا بالاحتلال وبالعبودية وبالقهر وبالقتل وبالتنكيل وبالتهجير، فهؤلاء هم أكثر من يعلم ما نشعر به الآن في فلسطين. نحن الآن أكثر من 75 سنة تحت الاحتلال، مورس علينا كل شيء، كل شيء، التهجير والتقتيل والسجن والإبعاد، كل شيء مورس علينا. فأهلنا في إفريقيا هم أكثر من يشعر بمعاناتنا وبمآسينا، ولذلك نحن نوجه لهم رسالة، أين دوركم مع الأمة؟ نحن زرنا دولة السنغال وفتحنا معها بداية علاقات، ندعوهم أيضا أن يكون لهم دور واضح، علماؤها، نوابها، شعبها، يكون لهم دور واضح مع فلسطين. فلسطين هذه قضيتهم. الحروب الماضية الحقيقة كانت أكبر المظاهرات التي خرجت بلدان إفريقية، في جنوب أفريقيا، في السنغال، في مالي، ضفت البلدان الإفريقية التي أنا أتواصل حقيقة مع يعني جزء كبير جدا من الإخوة في إفريقيا، في مالي، في كوت ديفوار، في السنغال، في غامبي، وحقيقة نسمع دعوات طيبة جدا، نريد أن تترجم هذه الدعوات إلى أكثر، إلى أمور عملية الذي ذكرته الآن، وكمن يرمي حجر في البحر، تتسع الدائرة، تتسع الدائرة، تتسع الدائرة. نحن الآن نريد أن تتسع الدائرة حتى تشمل أهل إفريقيا ويكونوا معنا، أحرار إفريقيا وأحرار العالم يساندون في هذه القضية، ونخرج من تفرد أوروبا وأمريكا بالقضية وإسنادهم للعدو الصهيوني. الموقف الغربي الأوروبي الأمريكي يبدو الآن في الحقيقة وضعية كان البعض يتمنى أن يكون قد تجاوزها، الإعلام يصور كما لو أن الفلسطينيين هم الطرف المعتدي، وكان البعض يتمنى على الأقل أن يكون الأمر ليس كذلك. هل يفاجئكم الآن ما نراه من مواقف الاتحاد الأوروبي أعلن عن تجميد مساعدات للفلسطيني ب 650 مليون أورو، وإن كان في بعض التراجعات بدأت لاحقا، الأمريكيون، هذا الموقف الغربي كيف تتابعونه على مستوى المقاومة؟ أستاذي، هذا يبين لك أمر مهم جدا، وهو كذب دعوة هؤلاء تحت ما يسمى بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. حينما يكون الأمر مع العدو الصهيوني تنتهي كل هذه المبادئ وهذه القيم وتداس بالأقدام ولا مكان لها. هذه أوروبا التي رفعت هذه الشعارات حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، أين نحن الآن؟ حينما يصاب جندي أو مستوطن مغتصب للأرض يصاب بحجر، كل الأمة الغربية تقوم معه، وحينما يقتل طفل أو تقتل امرأة
مجردة من أي سلاح أو من أي تهديد أو من أي خطر. حينما تنتهك مقدسات المسلمين تذهب هذه القيم وتنتهك هذه المبادئ وفقط شريعة الغاب هي التي تسود. تتحدثون عن جانب الرسمي إلا في 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 طبعاً الرسم في, الـ في, الـ في الـ الأمور الشعبية تختلف. اليوم ألمانيا فضت مظاهرة اليوم كانت هذه المظاهرة مناهضة للكيان الصهيوني وداعمة للقضية الفلسطينية، قام بفضها بالقوة. اليوم أيضا بلجيكا منعت إعطاء رخصة، بريطانيا منعت أيضا اليوم إعطاء رخصة للمظاهرات والوقفات من أجل فلسطين. فنحن نتكلم عن الموقف الرسمي من هذه الدول. هل هناك في استراتيجيات المقاومة تفعيل الجانب خلينا نقول الإنساني في هذه الشعوب، القوة التي ظلت تناصر الحق الفلسطيني وتقوم بعملية المقاطعة للصهاينة ليس لبضائعهم فقط وإنما حتى على المستوى الأكاديمي والتي مثلت نموذجا حقيقة في المنطقة؟ هل هناك في استراتيجيات؟ أنا من خلالك وفي هذا البرنامج المبارك وفي هذه الساعة يعني نناشد هؤلاء دعوة إلى الحقوقيين وإلى القانونيين وإلى الإعلاميين وإلى بين قوسين من يرفع شعار حقوق الإنسان من الجمعيات الأهلية، تعالوا إلى كلمة سواء وانزلوا على أرض الواقع وعاينوا بأنفسكم، افتحوا المجال حتى نظهر لكم حقائق الأمور. كم جريمة قام بها الاحتلال وحينما تصل إلى مجلس الأمن توضع في الدرج، كم من جريمة قام بها الاحتلال وكانت الولايات المتحدة تأخذ حق الفيتو. وبالتالي نحن نريد من الشعوب الحرة والجمعيات والمؤسسات والهيئات الحرة أن تناصرنا في هذه القضية. بقي دقائق معدودة من البرنامج، نعود هنا إلى موريتانيا. أنتم مقيمون في موريتانيا تقريبا منذ قرابة 5 سنوات. 4 سنوات. نعم. 4 سنوات. 4 سنوات. لكم اتصالات وعلاقات مع الطيف الموريتاني كله، ذكرت في بداية البرنامج إشادة بما يقوم به الموريتانيون. أنتم أيضا ابن موريتانيا الآن. نعم. ما الذي تطلبون؟ ما الذي تقترحون؟ ما الذي بما تذكرون الشعب الموريتاني لكي يزيد من ما يقوم به؟ لأنه مهما قام الإنسان الحقيقة مهما قدم زار المقصر في حق هذه القضية. لست متملقا ولا مجاملا من رئيس الدولة فخامة الرئيس محمد الغزواني إلى أصغر طفل في موريتانيا، كلهم على قلب رجل واحد في نصرة القضية الفلسطينية. وأنا أشهد الله وأشهد على ذلك أنني ما طلبت أمرا وأنا أقيم هنا إلا ولبي هذا الأمر في خدمة القضية. لم يتأخر أحد ولم يتوانى أحد عن نصرة القضية الفلسطينية وعن نصرة المقاومة. والشعب الموريتاني لم يقصر. نحتاج إلى المزيد، نحتاج الآن أن ننتقل من الإسناد إلى الشراكة الحقيقية. نريد أن نرى إخواننا في موريتانيا في كافة المجالات وفي كافة الميادين نصرة لإخوانهم في فلسطين. الدعم المادي مطلوب، والدعم النفسي مطلوب، والدعم المعنوي مطلوب، والدعاء مطلوب، والشعر مطلوب، والكتابة على مواقع التواصل مطلوب، ولكن حقيقة نحن نطمع في إخواننا أكثر من ذلك. أظن باشرتم اتصالات اليوم ببعض الطيف السياسي اليوم لديكم كان نعم برنامج جهنت منكم. نعم الحمد لله اليوم قمت بمجموعة بعدة زيارات لعدد من الأحزاب، ونستكمل إن شاء الله البرنامج غدا. هناك في إخوة من المكتب السياسي للحركة قادمين من غزة إلى موريتانيا، عندهم برنامج مع الدولة وبرنامج مع شعبوي، إن شاء الله يصلوا قريبا بالسلامة، وسوف يكونوا يعني أقرب مني أيضا من زيارتهم من غزة إلى موريتانيا. الذي ترصدون الآن نفس التفاعل في موريتانيا الآن مع الطوفان الأقصى، تحسون أنه أقوى من المرات الماضية؟ ترغبون في أن يكون أقوى؟ هو حقيقة نحن أنا قلت لك نطمع، والذي يطمع في الخير لا ينتظر كما، فنحن نطمع في إخواننا في موريتانيا طمع كبير والعشم فيهم كبير. وبالتالي نحن لا نقول كما قلت لصاحب الحق يجب عليك كذا هذا وكذا. واجب هذا نعم. واجب لا الحقيقة. وبالتالي حينما تكون أنتم أصحاب الحق
موريتانيا حكومة وشعبا هم أصحاب الحق، فلسطين هذه حق لهم، وبالتالي لا تنتظر مني أن أقول ما هو الواجب تجاه إخواني في فلسطين. ما تقول ما تريد أن تقوله في موريتانيا، سنعود إلى 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 فلسطين، وإن شاء الله نعود لفلسطين محررين، وإن شاء الله نصلي في الأقصى سوية محررا إن شاء الله. المعركة التي تدور الآن يدور رحاها، هل تتوقعون أن تظل كما هي الآن مركزها وجوهرها المقاومة في غزة؟ تتوقعون أن تتوسع، يكون دخول الضفة أقوى، ما سميتم وحدة الساحات، الأفق كما ترونه لهذه المعركة كيف؟ نحن نتمنى على إخواننا في الضفة الغربية أن يشاركوا في المعركة، ولكن نتمنى أن تتسع دائرة المشاركة وأن يتم الالتحام أكثر، وخاصة أن هناك مغتصبات هي محاذية للقرى الفلسطينية في داخل الضفة الغربية، سواء كان في رام الله أو في نابلس أو في بيت لحم أو في طول كرم أو في قلقيلية أو في جنين. فنحن نطلب من إخواننا وأهلنا في الضفة الغربية أن يلتحموا التحام مباشر مع العدو الصهيوني. نطلب من أهلنا في 48 أنتم قنبلة موقوتة في داخل الكيان، لابد أن تنفضوا هذا الغبار وأن تبدأوا الآن بنصرة إخوانكم. أيضا هذه فلسطين وهذا الأقصى وهذه القدس، هذه أرضكم وترابكم، وتملكون من القدرة والإمكانيات ما يعجز عنه الكثير. ثم وحدة الساحات أيضا، ولكن أنا أقول لك نحن نبدأ بما عندنا أولا، ثم بعد ذلك تتسع الدائرة كما قلت، من يرمي الحجر في الماء ثم تتسع الدائرة. وهذا التهديد، هذا التخويف، هذا الحشد، الأمريكيون يتحدثون عن حامل الطائرات هي الأقوى في عدتهم. أستاذ أحمد، هذا التهديد الصهاينة أعلنوا الآن عن تشكيل حكومة حرب. نعم نعم نعم، قبل قليل تم إنشاء حكومة وحدة وطنية كما يسمونها، فيها المعارضة مع نتنياهو. أقول هذه التهديدات لا تخيف طفل صغير في فلسطين، هذه التهديدات لن تغير شيء في عقيدة المجاهد والمقاومة في فلسطين، بل بالعكس هذه تزيدنا إصرار وثبت. في النهاية هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وإن شاء الله نأخذ الأمرين، سوف ننتصر إن شاء الله ونحتسب شهداءنا عند الله عز وجل سبقونا، وهؤلاء هم الذين اصطفاهم. أنا أقول لك كلمة حقيقة، نحن في فلسطين نحسد على الاصطفاء. لو لم أكن أنا محمد صقر فلسطينيا لوددت أن أكون فلسطينيا، ولو لم أكن غزيا لوددت أن أكون غزيا، ولو لم أكن من هذه الحركة المقاومة المباركة لوددت أن أكون منها. نحن حقيقة نشم عبق الجنة وريح الجنة، أبناؤنا وأهلنا في الميدان، وننتظر في كل وقت أن سلام عليكم وأهلا بكم إلى أقصاكم وقدسكم. أكيد الأمة كلها تغبطكم على هذا، ويمكن حتى كما قلت أنت لا تسلم لكم أنكم وحدكم، وأنتم أيضا لا تريدون لها أن تحتكروا هذا الأمر، بل تريدون أن تؤذروا به وأن تشركوا الأمة فيه. في حلقة سابقة معكم هنا ناقشنا يعني أقول الاستشراف أو الفهم الذي كان الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس رحمة الله عليه استنبطه من آيات قرآنية أن هذا الكيان سيزول 2027، حينها طبعا أنتم أكدتم هذا الأمر وعززتموه. اليوم بعد طوفان الأقصى أصبح الطوفان هو الذي جاوب، طوفان الأقصى هو الذي أجاب على كل هذه التساؤلات. هل يمكن للطوفان أن يعجل وتيرة الزمن؟ هذه حلقة في سلسلة، طويلة، وكما قلت لك نحن نأخذ بالأسباب، وما قدره الله عز وجل سوف يكون. نحن نؤمن بقدر الله، ونؤمن بوعد الله، ونؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نحن لا ننتظر النتائج. نحن في عملنا وفي جهادنا وفي مقاومتنا لا ننتظر النتائج، نحن نقوم بما هو علينا، بما أمرنا به، والنتائج يتولاها الله عز وجل. دكتور
قادما من غزة وقيما في موريتانيا، المعركة الآن في نهاية يومها الخامس، ما هي الكلمة التي تريد أن تختم بها هذا البرنامج؟ أقول حقيقة لإخواني هنا في موريتانيا ولفخامة الرئيس استمرارا في الدعم واستمرارا في المناصرة واستمرارا في الإسناد. إخوانكم في غزة حينما ألتقي بهم أتحدث عن أن هناك في موريتانيا 4 مليون فلسطيني وليس موريتاني. ما ألقاه حقيقة من أهل موريتانيا أنا مع فلسطيني، فلسطيني الهوى والعشق والتربة. وأنا دائما أقولها بيننا وبينكم نسب، هناك عائلات موريتانية في القدس موجودة، حينما كانت تذهب إلى الحج وتعود كانت تظل في القدس، تزوجت من نساء القدس أصبح عندها أبناء وأحفاد ثم استوطنوا وبقوا في القدس. فنقول بيننا وبينكم مصاهرة ونسب، فالله الله في النسب والمصاهرة التي بينكم. وبيننا والقدس أكيد نسب، فالقدس هي قبلتنا الأولى وهي مسرح حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الطوفان للأقصى هو طوفان الأمة كلها، وهذه المعركة هي معركة الأمة كلها، وأظن أن أحدا من الأمة وفي هذا البلد بصفة خاصة لن يفرط في هذه الفرصة ولن يقبل إلا أن يكون له سهم في الطوفان، عسى أن يقربنا ذلك من القدس محررة، وإن ذلك اليوم لقريب وقريب جدا بعون الله وتسديده. من جديد نشكر الدكتور محمد صقر على المشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج في الصميم، والشكر للطاقم الذي أشرف على إنجازها، والشكر لكل من تابع البرنامج على مدى 10 سنوات، كل من لاحظ، كل من اقترح، ودعواتنا أن يوفق الله في مستهل العقد القادم. وكما قلت في المفتتح، باركنا هذه الحلقة بفلسطين، وفلسطين مباركة ومبارك ما حولها. إلى حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.